السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، من العراقية الإخبارية أحييكم في طبعة اليوم، رافقونا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، البداية مع أبرز منشطات صحيفة الصباح، وفيها رئيس الوزراء نخطط لاستثمار الطاقات الإنتاجية للتصدير، فيها أيضا الرئاسة تهنئ الأيزيديين بالأربعاء الأحمر. نقرأ أيضا في الصباح مستشار رئيس الوزراء العلاقة مع أمريكا انتقلت إلى مرحلة التعاون، واللجنة التنسيقية العليا دور العراق حيوي في أمن المنطقة وازدهارها، محللون زيارة السودان إلى واشنطن ستحقق نتائج ممتازة مستقبلا. نقف عند هذا العنوان أيضا في أولى الصباح، النقل تشرع بتحويل موانئها إلى ذكية. مشاهدينا الكرام، أما في أولى الزوراء فأقرأ السوداني لا يمكن العمل في أي قطاع تنموي بدون خطوات إصلاحية للقطاع المصرفي. المندلاوي يؤكد على أهمية الإسراع في استكمال خطوات تفعيل طريق التنمية. فيها أيضا البرلمان يخفق في عقد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني، ووزارة الزراعة تعلن أن إنتاج الحنطة للموسم الحالي سيتجاوز 7 ملايين طن. خبير اقتصادي يوضح أهمية خطوات تنظيم العمالة الأجنبية في العراق. فيها أيضا بعد 6 جولات من المفاوضات الماراثونية، قطر تعلن تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال. في أولى الزمان مشاهدينا الكرام، أقرأ رئيس الوزراء يتسلم قطعة سومرية من المتروبوليتان. فيها أيضا زيدان يبحث مع التميمي التنسيق في مكافحة الإرهاب. نتابع أيضا البرلمان يمنح امتيازات مستحقة تناسب أوضاع المعاقين، وأردوغان يؤكد السعي إلى حل مشكلة المياه والنفط خلال زيارته للعراق. نشرت أيضا الزمان ظمأ العراق يناقش في مؤتمر الموصل آثار تغيرات المناخ، وشجار بمقهى بغدادي بعد خسارة نادي أسباني بكرة القدم. الأنواء موجة أمطار تبدأ من يوم السبت. مشاهدينا الكرام، إلى أولى صحيفة المستقبل، وفيها رئيس الوزراء العراقي يمتلك علاقات متميزة مع إيران وأمريكا. فيها أيضا السوداني لأعضاء في الكونغرس الأسباب التي بني عليها التحالف قبل 10 سنوات لم تعد موجودة. نقرأ أيضا وزير الدفاع وقعنا عقودا مع أمريكا في مجال الدفاعات الجوية، وعضو في وفد السوداني سنشهد هبوطا سريعا للدولار في الأيام المقبلة. برزاني رؤية السوداني أدت لاستقرار جيد على الأطراف العراقية مساندة الحكومة، ووزير الداخلية العراقي يشهد تراجعا كبيرا بمعدل الجرائم و3 مسارات لعملية حصر السلاح. مشاهدينا الكرام، في زاوية مقالات نطالع ما نشر في صحيفة الشرق الأوسط هذا المقال بعنوان ثمرة اللقاءات للكاتبة هبة القدسي. أثمرت لقاءات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض والخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية إبرام اتفاقات عسكرية وتفاهمات أمنية استقبلتها الأوساط العراقية بترحيب وارتياح. وكان الملف الأساسي في المحادثات هو ضمان منع تنظيم داعش الإرهابي من إعادة تنظيم صفوفه، والتزم السوداني وبايدن بالاستمرار في نقاشات اللجنة العسكرية العليا ومجموعات العمل الثلاثة لتقييم التهديدات المستمرة من الإرهاب وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية بعد الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة وفقا للدستور العراقي واتفاقية الإطار الاستراتيجية بين البلدين. وأشار الكاتب أن السوداني أظهر اختلافا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على صعيد الموقف من الحرب الدائرة في غزة، رغم تأكيده أهمية عدم توسيع نطاقها
كما عبر عن رغبة العراق الواضحة في إنهاء مهمة التحالف الدولي وتحويل العلاقة بين البلدين إلى علاقة ثنائية، سواء على النطاق العسكري أو في الميادين السياسية والاقتصادية والتنموية والتكنولوجية والثقافية التي تنظمها اتفاقية الإطار الاستراتيجي. ويضيف الكاتب: واتفق الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء العراقي على مسارات للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وما يحقق للعراق اكتفاء ذاتيا في مجال الطاقة بحلول عام 2030 وتوفير الكهرباء بشكل أكثر موثوقية واستكمال توصيلات الشبكة الكهربائية مع الدول المجاورة وربطها مع الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. ويختتم الكاتب مقاله بالحديث عن أن المحادثات تطرقت إلى سبل إصلاح القطاع المالي والمصرفي وحمايته من عمليات غسل الأموال والفساد، وربط العراق بالاقتصاد الدولي وتحسين مناخ الاستثمار فيه لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتعهد مسؤولو الإدارة الأمريكية بالتعاون مع بغداد ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الخاضعة للعقوبات. وأشاد بايدن بجهود رئيس الوزراء العراقي للتوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وإلى اتفاقات دائمة لمواجهة التحديات ووضع الترتيبات لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في حكومة الإقليم المتأخرة منذ شهرين، والرؤية المشتركة بأن كردستان العراق جزء لا يتجزأ من العراق. كما وشجع بايدن على إجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة في الإقليم. مشاهدينا الكرام، كتب أميل يوسف مقالا صحفيا في الشرق الأوسط جاء بعنوان بروتوكول مشترك. أعلن البنتاغون التوقيع على بروتوكول عمل مشترك مع العراق بشأن صفقة عسكرية مزمعة بقيمة 550 مليون دولار. قالت أوساط عراقية إن الصفقة قد تتضمن تزويد العراق بأنظمة إلكترونية داعمة لصفقة طائرات أمريكية مسيرة متقدمة ونشرها في مواقع مختلفة لتعزيز جهوزية القوات العراقية وتمكينها من مواصلة التصدي لتنظيم داعش الإرهابي وأي تهديدات أخرى. وأشار الكاتب إلى أن البيان المشترك الذي صدر بعد لقاء السوداني ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الجانبين أشادا بتوقيع بروتوكول عمل مشترك يعترف بشراء العراق المزمع لخدمات عسكرية بقيمة 550 مليون دولار تقريبا باستخدام آلية الدفع المرنة الجديدة لجدول الدفع المضمونة بالائتمان. وسيكون العراق الدولة الأولى التي تستغل فرصة التمويل هذه، والتي تسمح شروط البيع للعراق بتسديد مدفوعاتها مع مرور الوقت بدلا من الدفع مقدما، وهي علامة على قوة شراكتنا الآن وفي المستقبل. كما سلط الوزير ورئيس الوزراء الضوء على الجهود المستمرة بين وزارتي الدفاع لتأمين المواقع الرئيسة في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان من التهديدات الجوية، كما أكد التزام البلدين بعلاقة دفاعية ثنائية دائمة وبوجود عراق قوي قادر على الدفاع عن نفسه دعما لمنطقة أكثر استقرارا وسلاما. كما ناقش الجانبان التعاون الأمني الحالي بينهما والجهود المشتركة لمعالجة التهديدات الأمنية التي يتعرضان لها ومستقبل التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في العراق. مشاهدينا الكرام، في صحيفة العربية الجديد نطالع مقالا بعنوان نسعى للشراكة الكاملة مع واشنطن لصفاء الكبيسي. خلال زيارته إلى واشنطن، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني العمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع واشنطن، فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أهمية الشراكة مع بغداد وأثرها في الشرق الأوسط. خلال استقباله في البيت الأبيض السوداني الذي يزور واشنطن على رأس وفد عراقي رفيع المستوى، وأشار الكاتب إلى أن السيد السوداني قال في كلمة له خلال لقائه الرئيس الأمريكي إن زيارتنا إلى واشنطن تأتي في وقت حساس ودقيق ولها أهمية في تاريخ العلاقة بين البلدين،
مضيفا أنه يجري العمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة. وأكد السوداني على أن حكومته جادة في تنفيذ هذه الاتفاقية، ووجوده في واشنطن يحمل الرغبة بالنهوض بواقع العراق وتوفير الخدمات، مؤكداً التزام حكومته بمخرجات اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة، اللجنة العسكرية التي تعمل على مراجعة وتقييم مهمة التحالف الدولي في العراق، مجدداً في الوقت نفسه التزام حكومته بحماية البعثات الدبلوماسية. وأشار إلى أن العراق ملتزم تجاه مختلف القضايا وخصوصا ما يحصل في المنطقة، مضيفا نتفق على مبادئ القانون الدولي ونرفض أي اعتداء على المدنيين وخصوصا الأطفال والنساء. ويختتم الكاتب مقاله بالقول إن الرئيس الأمريكي أكد أن شراكة بلاده مع العراق محورية ومهمة بالنسبة للشرق الأوسط والعالم، وقال بايدن إن الشراكة بين العراق والولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية ومحورية ومهمة للشرق الأوسط والعالم، معبرا عن شكره للسوداني على تعزيز الاقتصاد العراقي وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. مشاهدينا الكرام، لمناقشة الأخبار والمقالات في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم سينضم معنا مباشرة من بغداد المحلل السياسي الأستاذ واثق الجابري. مرحبا بك أستاذ واثق. أهلا مرحبا، حياكم الله. حياكم الله. بداية أستاذ واثق، ترى ماذا تمثل زيارة السيد السوداني لواشنطن بالنسبة للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة سابقا بين العراق والولايات المتحدة؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام. الزيارة جاءت لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وثم يعني اليوم مخرجات هذه الزيارة أو لحد الآن ما رشح منها أنها تم الاتفاق أو توقيع مذكرات تفاهم في مجالات عدة تتعلق بالاقتصاد والاستثمار والنفط والغاز، وأيضا في مجال الأمن والتسلح، وهذه جملة من المفردات التي كانت تنص عليها الاتفاقية الاستراتيجية. والآن جاء وقت التوقيع وتفعيل هذه الاتفاقية وتفعيل الشراكة بين البلدين. نعم. سيما وأن العراق يسعى إلى دبلوماسية الشراكة المبنية على مصالح مشتركة. طيب أستاذ واثق، ترى كيف تنظرون إلى لقاءات العالية المستوى بين الوفد العراقي والمسؤولين الأمريكيين، رغم أن هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر كملف فلسطين المحتل؟ نعم، يعني هو اليوم يعني ملامح أو شكل العلاقة أو شكل الزيارة طبعا واضحة من طبيعة الوفد الذي ذهب إلى واشنطن، لذلك وجد اهتماما أيضا. نعم. أمريكيا من قبل الولايات المتحدة، لأن العراق يشكل عنصر مهم وفاعل سواء على المستوى الاقتصادي والاستثماري والشراكة، بالإضافة إلى أهمية الاستراتيجية بالنسبة للمنطقة ودور الفاعل بخفض توترات المنطقة من جانب، بالإضافة إلى ارتباطات الأخرى بدول المنطقة والعلاقات المتوازنة التي تبناها هي كنقطة انطلاق يمكن أن تكون حتى سواء للعراق أو للولايات المتحدة للانطلاق إلى منطقة مستقرة. والعراق طبعا أكيد يسعى من هذه العلاقات إلى تأثيرات داخلية وتطبيق برنامج حكومي، يمكن يعني بمفردات هذه البرنامج كثير من القضايا، منها فيما يخص إصلاح مجال الطاقة واستثمار الغاز ووصولا إلى الاكتفاء الذاتي في كل القطاعات. طيب أستاذ واثق، ترى هل من مخاوف داخلية من نجاح الزيارة أم أن السوداني مثل العراق في واشنطن؟ نعم، الزيارة طبعا هي ناجحة بكل المعايير، ولا أعتقد وجود مخاوف داخلية، ويعني حتى وإن كانت هنالك مخاوف هي تبددت من خلال طبيعة الاتفاقات التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة، واليوم المجتمع العراقي والقوى السياسية وكل المتطلعين إلى تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والسياسي أيضا يرون أن من مصلحة العراق أن تكون له علاقات دبلوماسية متينة مع كل دول العالم، والعراق كان راعيا ودائما ما كان مطالبا ببناء تكتلات
اقتصادية وشراكات وثيقة مع كل الدول، وهذا ما طرحه يعني سواء كان يعني سيد السوداني، يعني حتى بعد إطلاق مشروع التنمية أطلق بأن يكون تكتل اقتصادي إقليمي إضافة إلى شراكات اقتصادية واستثمارية وسياسية وفي كل المجالات من أجل توثيق العلاقات. وأعتقد هذه الروابط بين الدول هي التي تؤدي إلى استقرارها من جانب وتحسين واقع خدماتها، ثم توثيق علاقاتها مع الدول الأخرى. طيب أستاذ واثق، في سؤال مهم، ترى بعد نجاح العلاقات الدبلوماسية وزيارة واشنطن، ترى ما المحطة التالية برأيكم للسيد السودان؟ نعم، أعتقد السيد رئيس الوزراء لديه محطات يعني أخرى، طبعا الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نعم. وهذه ستشهد أيضا توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات بين العراق وتركيا، ومنها الأهم فيما يخص طريق التنمية والاتفاقات الأمنية والتبادل التجاري والاقتصاد ونقل النفط والغاز، وكل هذه مهمة بالنسبة للعراق. وهذه الزيارة طبعا تأجلت زيارة الرئيس التركي إلى أن أكملت كل الإجراءات، بالإضافة إلى ذلك هنالك الدول معظمها هي ترغب بالمجيء للعراق، واحنا ما شاهدنا يعني كثير من رؤساء الدول والأمراء والملوك جاءوا إلى العراق، وأيضا بنفس الوقت كان تبادل الزيارات من زيارات رئيس الحكومة الذي مثل العراق، وهو كما قال في واشنطن: أنا أحمل الهم العراقي، وأكيد هذا الهم العراقي من نتيجة وجود بعض الإشكاليات والحكومة ساعية من أجل تحقيق النجاح فيها والنهوض بالواقع العراقي. طيب أستاذ واثق، ترى برأيك هل تعتبر العلاقة وهذه الزيارة للسيد السوداني لواشنطن هي عامل مساعد لبعض الملفات المشتركة مع تركيا؟ نعم، يعني أكيد واشنطن ما لها من تأثير يعني في السياسة الدولية، والعراق طبعا الدول عندما تتعامل فيما بينها، كلما كان البلد مستقرا، كلما كان مؤمن اقتصاديا، كلما كان لديه سياسة متوازنة وسياسة راسخة، أكيد ستكون تعاملات الدول تختلف معطياتها مع البلد الآخر. لذلك العراق اليوم من خلال هذا العمل، يعني سواء يعني كان في الداخل العراقي يعني حملة الإعمار والنهوض الذي نشاهده، أكيد هذه الدول تراقب، بالإضافة إلى وجود استقرار أمني واستقرار سياسي، هذه أيضا عوامل مشجعة، هذا ما تدفع الدول إلى التقارب مع العراق. لذلك العراق كلما كانت له علاقات أوسع مع دول العالم، سترغب الدول الأخرى بأن تحسن علاقاتها مع العراق وأن تتعاطى مع بلد تعتقد أن ثباته اليوم أصبح واقعا، وعليها التعامل أو فتح أوسع الأبواب للتعامل مع العراق. وأكيد تركيا بلد جارة ولدينا حدود واسعة مع تركيا، ولدينا مصالح مشتركة فيما يخص المياه، فيما يخص الأمن وتصدير النفط وغيرها من الملفات الأخرى التي تخص القضايا الإقليمية. واضح، شكرا جزيلا المحلل السياسي الأستاذ واثق الجابري، كنت معنا مباشرة من بغداد في برنامج طبعة اليوم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نبدأ مطالعتنا للصحف العربية من صحيفة القدس العربي، وفيها بغداد تلمح لوساطة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. ألمح رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني إلى إمكانية أن تستغل بغداد علاقتها بواشنطن وطهران لخفض التصعيد بينهما، وفيما اعتبر أن إيران تعد دولة جارة للعراق ويرتبط معها بمشتركات، عد الولايات المتحدة الأمريكية حليفا استراتيجيا، مؤكدا أهمية استمرار العلاقة معها، لافتا إلى أن العلاقة مع إيران والولايات المتحدة تعد ميزة للعراق ويمكن أن توظف في خفض التوتر، وهذا ما حصل في كل الأزمات في المنطقة، كاشفا عن عقد الاجتماع الأول للجنة التأسيس المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية. وستكون هناك اجتماعات دورية لهذه اللجنة، وتريد الحكومة العراقية الانتقال إلى علاقات ثنائية مع دول التحالف الدولي بعد الانتصار على داعش الإرهابي، وبضمنها العلاقات الأمنية.
مشاهدينا الكرام، أما صحيفة الشرق الأوسط فنطالع فيها السوداني يكشف لا قوات قتالية في العراق لكي تنسحب إلى علاقة ثنائية بين العراق ودول التحالف. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني أن التحالف الدولي لمحاربة داعش والمكون من 68 دولة لم يعد له مبرر بعدما تمكن العراق من هزيمة التنظيم الذي لم يعد يملك مترا واحدا في العراق. كلام السوداني جاء في لقاء مع مراسلي الصحف والقنوات الفضائية في واشنطن، حيث التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن وعددا من المسؤولين. وقال السوداني لا وجود لقوات قتالية في العراق لكي تنسحب، مبينا أن القوات الأمريكية انسحبت من العراق ولم يتبقى سوى وجود استشاريين، واللجان الفنية والعسكرية بين الجانبين تبحث الآليات الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى علاقة ثنائية بين العراق ودول التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. مشاهدينا الكرام، في صحيفة الخليج نطالع إيطاليا تدعو الكيان الصهيوني إلى إنهاء الحرب في غزة. دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عملياته العسكرية في غزة، مؤكدا أن الوقت حان لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني. وفي مقابلة مع صحيفة لا ستامبا اليومية، شدد تاياني على أن وقف إطلاق النار ضروري الآن، ويجب على الاحتلال أن يوقف العمليات العسكرية التي أثرت بشكل كبير على السكان الفلسطينيين. وأجريت المقابلة قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى الذي تستضيفه جزيرة كابري الإيطالية، وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع. من الصحف العالمية مشاهدين الكرام، نطالع ما نشر في الاندبندنت هذا التقرير الصحفي الذي يحمل عنوان هل يلعب العراق دورا في تهدئة الأوضاع بالمنطقة؟ قال الأكاديمي العراقي خالد العرداوي إنه يمكن للعراق أن يلعب دورا مؤثرا أكبر في تهدئة الأوضاع الإقليمية إذا ازداد وضوح وحياد واستقلالية سياسته الخارجية وقويت جبهته الداخلية. ويرتبط العراق بعلاقات مميزة بين أو مع الجانبين الأمريكي والإيراني، ما يؤهله للعب دور الوسيط للحد من التوتر في المنطقة والضغط باتجاه التهدئة. ويؤكد متخصصون في الشأن العراقي أن العراق يملك كل مقومات القوة الجيوستراتيجية للعب دور فاعل ومؤثر في أحداث الشرق الأوسط والعالم، ويمكن أن يكون طاولة حوار لجميع الفرقاء الإقليميين والدوليين. من جانبه قال رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني إن اللقاء بالرئيس بايدن تناول ظروف المنطقة وما تشهده من تصعيد والدور المشترك في العمل على التهدئة ومنع الصراع من الاتساع بما يؤثر على الاستقرار في العالم. تحدثت مجلة بوليتيكو الأمريكية عن تراجع الدافعية القتالية لدى الجنود الأوكران في السنة الثالثة من الحرب بتقرير حمل عنوان أوكرانيا تنزلق نحو الكارثة. يقول الكاتب لا يقتصر الأمر على نفاد ذخيرة القوات الأوكرانية، إن التأخير الغربي في إرسال المساعدات يعني أن البلاد تعاني من نقص خطير في شيء أصعب من القذائف، وهو الروح القتالية المطلوبة لتحقيق النصر. إن الروح المعنوية بين القوات قاتمة وقد تدهورت بسبب القصف المتواصل ونقص الأسلحة المتقدمة والخسائر في ساحة المعركة وفي المدن التي تبعد مئات الأميال عن الجبهة. اختفت حشود الشباب الذين اصطفوا للانضمام إلى الجيش في الأشهر الأولى من الحرب. في أيامنا هذه يتفادى المجندون المحتملون المؤهلون التجنيد ويقضون فترات بعد الظهر في النوادي الليلية بدلا من ذلك، وقد غادر العديد منهم البلاد تماما. إن الصورة التي ظهرت من عشرات المقابلات مع القادة السياسيين وضباط الجيش والمواطنين العاديين كانت صورة بلد ينزلق نحو الكارثة.
الكرام، ونطالع ما نشر في الصحافة الفرنسية. هذا التقرير في لوموند جاء بعنوان: جمعيات غير حكومية تتقدم بشكوى ضد جندي فرنسي بتهمة أعمال تعذيب ضد الفلسطينيين. تقدمت ثلاث جمعيات غير حكومية، هي جمعية فلسطيني فرنسا المعروف بالجالية، وجمعية العدالة والحقوق بلا حدود، وحركة 30 مارس التي تتخذ من بروكسي المقر لها. تقدمت بشكوى إلى المدعي العام في باريس ضد جندي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، كان قد ظهر في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر فبراير الماضي وهو يعنف ويستهزئ سجناء فلسطينيين. وقال يوهان صوفي المحامي المتخصص في القانون الدولي إن فرنسا، وهي من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي ملزمة قانونا بالتحقيق للتأكد من عدم تورط مواطنيها في هذه الجرائم ومقاضاة الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الجرائم. مشاهدينا الكرام، في الصحف الاقتصادية نطالع ما نشر في صحيفة النهار: الذهب يواصل الارتفاع وسط التوتر في الشرق الأوسط. صعدت أسعار الذهب بعد أن دارت نحو أدنى من مستوى مرتفع على نحو قياسي بلغته في الجلسة السابقة، إذ عزز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 2350.59 دولارا للأوقية الأونصة. وتسببت بيانات اقتصادية أمريكية في الآونة الأخيرة بشأن سوق العمل والتضخم في عودة توقعات السوق مجددا بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، وتقلص أسعار أو تقلص أسعار الفائدة الأعلى جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة. مشاهدين الكرام، ولمناقشة هذا الموضوع سينضم إلينا في طبعة اليوم الأستاذ الدكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي. مرحبا بك دكتور، حياكم الله. بداية دكتور، ترى هل هناك من مشتركات بين ما يدور في الشرق الأوسط وبيع وشراء المعدن النفيس؟ طبعا من الواضح أن عملية قلق الأسواق المالية بالتأكيد ينعكس على إمكانية الاحتماء وراء هذا المعدن الذي يمكن أن يكون غطاء لحماية أموال الأفراد. كذلك البنوك المركزية نتيجة جائحة كورونا والاضطرابات الأخيرة تعزز أرصدتها من الذهب، فالذهب بالتأكيد هو عبارة عن ملاذ آمن للأفراد وللمؤسسات المالية. تدريجيا اليوم أشعر بأن القلق من الأسواق بدأ يخف بتقديري بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على تطويق حجم الصراع، وأن اليابان في هذه المرحلة يعني أعلنت بأنها قد تستخدم الاحتياطي من النفط بعيدا عن الشراء من الأسواق. طبعا هناك علاقة بين أسعار النفط وأسعار الذهب، هناك من يقوم بشراء النفط بعقود آجلة من أجل المضاربة. هؤلاء حاليا بدأوا يعني يبيعون هذه العقود، لأن التصريح الياباني انعكس على أسعار النفط، وأعتقد بأن حجم الصراع سيكون محدد وليس منفتح. أيضا نتوقع أن المشترين للذهب بالتأكيد عندما تنخفض أسعار النفط تعود الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها، وبالتالي من الممكن أن نشهد عمليات بيع للذهب وشراء للأسهم. كلما كانت هناك إمكانية لزيادة حجم الإنتاج، كلما كان هناك إمكانية للتحول من الذهب إلى الأسهم. طيب دكتور، إذ ما تطرقنا للملف الاقتصادي في زيارة السيد السوداني إلى واشنطن، ترى هل سنجني قوة للعملة العراقية بعد التفاهمات الأخيرة؟
طبعا بالتأكيد التنويع الاقتصادي يساهم في زيادة قيمة الدينار العراقي. الموضوع نعم هو استراتيجي لكن واعد، يعني إيقاف حرق الغاز تعني إمكانية أن يتوقف استيراد الغاز أو الكهرباء ونولد هذا الكهرباء من داخل العراق، وهي إضافة ما لا يقل عن 2 إلى 3 مليار دولار سنويا. موضوع تحريك الملف الزراعي خاصة على مستوى الحنطة وبقية السلع الغذائية سيحقق أمن غذائي، وبالتالي يكون شراء مفردات البطاقة التموينية من الإنتاج المحلي. موضوع توطين صناعة الدواء والاتفاقيات التي أبرمت في هذا الاتجاه من الممكن أن تساهم بتقليل استيراد العراق من الأدوية. العراق يستورد بمعدل 6 إلى 7 مليار دولار سنويا، فالسوداني ذاهب باتجاه تقليل حجم الاستيراد وتحويل هذا الاستيراد إلى إنتاج محلي، وبالتأكيد هذا يدعم الدينار العراقي. إصرار النظام البنك المركزي والفدرالي الأمريكي على إجراء تكامل في موضوع الإصلاحات المالية والمصرفية سيساهم أيضا بتعزيز الثقة بالنظام المصرفي وبالتالي تعزيز القيمة بالدينار العراقي. أيضا موضوع الاستثمار بالتكنولوجيا وشركة مايكروسوفت وإمكانية الربط الإلكتروني لجميع الوحدات الحكومية في نظام مالي إداري متكامل وأيضا حساب الخزينة الموحد سيساهم بالتأكيد بالسيطرة على الدينار العراقي وقضاء على موضوع تهريب العملة أو موضوع أن يكون لدينا دينار عراقي غير منضبط. الدينار العراقي سيتحول إلى النظام المصرفي من خلال موضوع الشمول المالي وبطاقات الائتمان والبوينت أوف سيل، وبالتالي عندما يدخل هذا الدينار إلى داخل النظام المصرفي سيعاد ضخه على مستوى مشاريع سواء في طريق التنمية أو في بقية القطاعات. واضح. طريق التنمية واعد يمكن أن يساهم في تحريك الكتلة النقدية الداخلية واستيراد النقود من الخارج وضخها على مستوى مشاريع وبالتالي تصفير الفقر والبطالة. طيب دكتور ترى كيف تستشعرون نتائج الزيارة على المدى البعيد بالنسبة للمصالح العراقية والمشاريع التنموية؟ يعني الزيارة ستساهم استراتيجيا في حوكمة الإجراءات الحكومية وأيضا تنمية قدرة القطاع الخاص على زيادة الإنتاج. القطاع الخاص النظام العراقي عندما يكون شريك للشركات الأمريكية بالتأكيد سيساهم هذا بتغطية الطلب المحلي وبالتالي إمكانية التصدير. كذلك موضوع عملية الانفتاح الاقتصادي على الموارد غير المستغلة في الجانب العراقي سيساهم بالتأكيد في تحفيز الشركات الأمريكية في الاستقرار في البيئة العراقية. موضوع الشراكة هو ليس وقتي حاليا، حكومة السوداني وفرت ضمانات سيادية للمستثمرين الأمريكان، وبالتأكيد المستثمر عندما يكون لديه ضمان سيكون هناك تخفيض في تكاليف هذه الاستثمارات وأيضا زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي في جذب الشركات الاستثمارية في مختلف القطاعات. أما العائد فالموارد هي التي ستخلق هذا العائد، الغاز، النفط، البتروكيماويات، بالتأكيد المدن الصناعية المزمع إنشائها هي عبارة عن مساهمة من الاقتصاد العراقي في تغذية دول الشرق الأوسط وبالتالي تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد العالمي. العراق يمتلك احتياطي رقم واحد على مستوى النفط والغاز، وهذا عبارة عن ضمان سيادي من الممكن أن يشجع الاستثمار بأن يطمئن بأن أمواله محمية في الداخل العراقي. مسألة إدارة الشراكة بالتأكيد صندوق التنمية العراقي سيكون هو الوسيط بين القطاع الخاص المحلي وبين الشركات الأمريكية، وهناك عقود أبرمت في هذا الاتجاه. أعتقد بأن دخول الشركات الأمريكية في هذه المرحلة سيعطي الضوء الأخضر إلى صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، قوة مالية تمتلك أكثر من 1,000 مليار دولار. إذا تحركت 100 مليار دولار من هذه الصناديق ضمن هذه البيئة التنافسية سنشهد قفزات في القطاعات الاقتصادية. واضح واضح. طيب دكتور باختصار وبإجابة وافية، ترى كم من الوقت نبتعد عن الاستقلال في ملف الطاقة؟
يعني نحتاج حسب المعلن إلى 20-30 في موضوع استثمار الغاز المصاحب لكي يكون هو بديل لتوليد الكهرباء من الداخل العراقي. أعتقد أن الموضوع سيكون أبكر من هذا التوقيت، خاصة أن العراق ذهب باتجاهات مختلفة في الحصول على الطاقة. موضوع الربط الكهربائي أعتقد أنه سينجز خلال هذا العام والعام الذي يليه، وهو يساهم في أيضا تقليل الاعتماد على موضوع الاستيراد، استيراد الغاز. العراق يتطلع إلى زيادة حجم الإنتاج النفطي إلى 6 ملايين ومن ثم إلى 8 ومن ثم إلى 12. فحجم الاستثمارات من جنرال موتور في الحصول على الغاز المصاحب وتوليد الكهرباء ومن ثم تصدير الفائض من الغاز، طبعا يمكن تحويل أيضا موضوع الغاز المسال إلى الصادرات، سيكون هو عبارة عن بوابة لإيقاف التغيرات المناخية، لأن التصحر بسبب احتراق الغاز، وعندما نقضي على التغيرات المناخية سنساهم في زيادة المساحة المزروعة، وبالتالي إمكانية استثمار زراعة الحنطة واضح كمورد غير نفطي في دعم الصادرات العراقية. شكرا جزيلا الدكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي، شكرا لكل هذه المعلومات لبرنامج طبعة اليوم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في الصفحات الثقافية لصحيفة القدس العربي نطالع مقالا ثقافيا بعنوان لماذا نقرأ الكتب المملة، كتبته لهاي عبد الحسين. يلعب العنوان دورا مهما للترغيب في الكتاب والحث على اقتنائه أو قراءته، ويهتم الأكاديميون بدقة العنوان باعتباره الدليل لمضمونه، حتى أنهم يقضون وقتا مهما في مناقشته لغرض الإقرار. لكن المشتغلين في مجال الثقافة العامة كالأدباء والكتاب والروائيين والصحفيين المحترفين يستخدمون طرقا أخرى، كما فعل علي حسين في هذا الكتاب الذي وضع عنوانه بصيغة سؤال لماذا نقرأ الكتب المملة، الصادر عن دار المدى العراقية عام 2024، ما أن نشرع بقراءة هذا الكتاب حتى يظهر لنا بوضوح أننا إزاء كتاب أو كتب مهمة وليست مملة. فمن يملك القدرة والاستعداد لوصف كتاب النظرية النسبية لألبرت أينشتاين بأنه كتاب مملة، ومن يصف كتاب إيمانويل كانت ومن أبرزها نقد العقل المجرد بأنها مملة، وهي التي أحدثت ولا تزال تحدث تأثيرا عظيما في الفكر التنويري الإنساني الحديث. مشاهدينا الكرام، أما صحيفة الشرق الأوسط فنطالع فيها مقالا ثقافيا آخر بعنوان كيف صنع العالم الغرب، كتبته ندى حطيب. ثمة نموذج أو غربي راسخ في النظر إلى التاريخ بوصفه قراءة لحضارات منفصلة متميزة، ويجعل من الحضارة الغربية المعاصرة نتاج مرحلة النهضة واستعادة للقيم الحضارية في الفضاء الجغرافي الأوروبي، أي تراث الأغريق والرومان بعد فترة من الظلام المديد خلال العصور الوسطى. وإذا كان ثمة من ذكر لحضارات أخرى قديمة في سياق التاريخ للغرب، فيقتصر الأمر عندئذ على مجرد تطعيم لمنجزات أثينا وروما من الفلسفة والعمارة إلى المسرح والديمقراطية بمزيج غامض من الحكاية والأساطير التوراتية. هذا النموذج الذي يشكل منطقة الكتابة التاريخية المعاصرة يعترف حتما بوجود حضارات قديمة قد تثير بعض منجزاتها وتركتها المادية الإعجاب، كما في العراق القديم أو مصر الفرعونية والهند والصين مثلا، لكنه يتعامل معها بوصفها حضارات الآخرين خارج الغرب. مشاهدينا الكرام، من الأخبار المنوعة نطالع ما نشر في صحيفة الخليج تكريم للمطرب العراقي الراحل صلاح عبد الغفور.
تقيم نقابة الفنانين العراقيين الخميس على شاطئ دجلة وسط العاصمة العراقية بغداد حفل استذكار للمطرب العراقي الراحل صلاح عبد الغفور. ويتولى الإشراف العام على الحفل المطرب الدكتور كريم الرسام رئيس جمعية الموسيقيين العراقيين. ويعد المطرب صلاح عبد الغفور الذي توفي في حادث سير في إقليم كردستان العراق عام 2013 يعد من المطربين المهمين في خارطة الأغنية العراقية. تميز بقدرته على أداء جميع ألوان الغناء العراقي، وهو واحد من أفضل المطربين العراقيين في أداء المقام العراقي، بالإضافة إلى الراحل فؤاد سالم. نقابة الفنانين العراقيين سبق لها في الشهر الماضي أن أقامت حفلات مشابهة للملحن الراحل محمد جواد أموري والمطربين الدكتور فاضل عواد والراحل رياض أحمد وسط حضور جماهيري كبير. مشاهدينا الكرام، ومن صحيفة الأيام الفلسطينية نطالع خبرا بعنوان اكتشاف ثقب أسود غير عادي في مجرة درب التبانة. رصد التلسكوب الفضائي الأوروبي غايا المخصص لرسم خرائط درب التبانة، رصد ثقبا أسود ذا كتلة قياسية تفوق كتلة الشمس ب 33 مرة في اكتشاف غير مسبوق في مجرتنا، على ما ذكرت دراسة نشرت يوم أمس. وينتمي الجسم المسمى غايا بي اتش 3 والذي يقع على بعد 2000 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة العقاب، وإلى عائلة الثقوب السوداء النجمية التي تنتج عن انهيار النجوم الضخمة في نهاية حياتها. وهذه الثقوب أصغر بكثير من الثقوب السوداء الهائلة الموجودة في وسط المجرات والتي لا يعرف سيناريو تكوينها. ويعطي التلسكوب الفضائي موقع النجوم في السماء بصورة دقيقة جدا، لذا تمكن علماء الفلك من تحديد خصائص المدارات وقياس كتلة الجسم المرافق للنجم وغير المرئي، ويتخطى حجم هذه الكتلة حجم الشمس ب 33 مرة. مشاهدينا الكرام، في الأخبار الرياضية نطالع تقريرا رياضيا لصحيفة البيان بعنوان المنتخبات العربية 7 من 18 نقطة في انطلاقة المشوار إلى أولمبياد باريس. اكتفت المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس آسيا بنسختها السادسة لكرة القدم تحت 23 عاما المتواصلة في قطر خلال الفترة من 16 من أبريل الجاري حتى 3 من مايو المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. اكتفت بنيل 8 نقاط فقط من أصل 18 نقطة متاحة في ضوء ما حققته في الجولة الأولى من انطلاقة مشوار الحلم الأولمبي الكبير. وتشارك في النسخة السادسة من بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية 6 منتخبات عربية: الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، العراق والأردن، إلى جانب 10 منتخبات أخرى من مختلف أرجاء القارة الصفراء. وجمعت المنتخبات العربية في ختام الجولة الأولى من البطولة 8 نقاط فقط تمثلت بفوز قطر على أندونيسيا بهدفين، والأردن الذي تعادل سلبيا مع نظيره الأسترالي، وفوز المنتخب السعودي على طاجكستان ب4 أهداف لهدفين. وتجرع منتخب العراق مرارة الخسارة بهدفين دون رد أمام نظيره التايلاندي. ونطالع ما نشر في صحيفة الخليج الإماراتية، القوة الجوية يعاقب لاعبيه بسبب تراجع النتائج. قررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي العراقي استقطاع نسبة من عقود لاعبي فريق كرة القدم بعد تراجع نتائج وأداء مستوى الفريق في المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق. وكان فريق القوة الجوية فقد صدارة دوري نجوم العراق بعد خسارته أمام فريق دهوك 1-2
ثم التعادل مع ضيفه نفط ميسان بهدف لهدف. وأكدت إدارة النادي في بيان أنها وفرت كل شيء للفريق في الموسم الحالي للمنافسة بقوة على لقب الدوري والكأس، ولم تبخل بتوفير كافة احتياجات وطلبات اللاعبين، وأن تراجع أداء عدد من اللاعبين وعدم الشعور بالمسؤولية في المباريات الأخيرة جعلنا نقرر تطبيق مبدأ العقاب والثواب على جميع اللاعبين بحسب لوائح الانضباط ضمن العقود الموقعة مع اللاعبين. أطيب التحية من فريق العمل، إلى اللقاء.